وينضم إلينا من غزة مراسلنا حازم البنا ليوضح لنا تفاصيل أكثر ربما حازم حول طبيعة الاستهدافات لفصائل أو مواقع الفصائل الفلسطينية، ولماذا لغاية الآن لم يخرج أي بيان عن تلك الفصائل؟ نعم دالي، أولا مهم أن نذكر المشاهدين بأن هذا التصعيد جرى مساء أمس وهو انتهى، لكن مسببات التصعيد الميداني هي على حالها، بمعنى أنه يمكن أن يتكرر هذا التصعيد مساء اليوم، يمكن أن يتكرر غدا أو بعد أسبوع، على اعتبار بأنه هناك تفاهمات للتهدئة وكسر الحصار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. إسرائيل حتى هذا اليوم رغم كم جولات التصعيد التي حدثت على مدار الأشهر الماضية أو حتى السنوات الماضية، وأيضا كم تدخل الوسطاء سواء في الأمم المتحدة أو القيادة المصرية، لم تفلح كل هذه الجهود وهذه التصعيدات في فك مسألة أزمة الحصار على قطاع غزة الممتد منذ 14 عاما، إضافة إلى التوجهات الإسرائيلية والنوايا الإسرائيلية فيما يتعلق بمخططات الضم. هذه كلها أرضية للتصعيد، لاستمرار التصعيد بين الجانبين، بين الفصائل المسلحة في قطاع غزة وأيضا بين جيش الاحتلال. التصعيد الذي جرى بالأمس هو مناوشات تكررت في الشهر الماضي 3 مرات، وهي لذات الأسباب، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومخططات الضم. أطلقت بحسب زعم الاحتلال 3 صواريخ من قطاع غزة، تصدت القبة الحديدية لأحد هذه الصواريخ، صاروخان سقطا في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قام جيش الاحتلال بعدها بقصف مواقع تتبع لحركة حماس في قطاع غزة، ادعى أنها بنية تحتية تحوي يعني مخازن أسلحة وما إلى ذلك. تضررت بعض منازل ويعني منشآت تجارية، على اعتبار بأن هناك يعني منازل بجوار هذه المواقع، صحيح تبتعد كثيرا لكن كم الشظايا والقوة الانفجارية لهذه الصواريخ تحدث أضرار مثل تحطيم نوافذ المنازل المواطنين. كان هناك مزرعة كبيرة للدواجن أيضا تضررت بفعل هذا القصف، لكن انتهى، هو فعل فلسطيني ورد فعل إسرائيلي. نعم. على اعتبار كما ذكرت بأن هناك حصار مطبق على قطاع غزة وهناك مخططات ضم، لكن مؤشرات التصعيد مستمرة دالي، حتى اللحظة نسمع طائرات الاحتلال تحلق بين فينة وأخرى، وربما كما ذكرت تكون هناك تصعيد في الأيام القادمة، على اعتبار بأن الأراضي الفلسطينية في هذه المرحلة تشهد حالة من التسخين والاحتقان سواء في الضفة الغربية أو هنا في قطاع غزة مع اشتداد الحصار الإسرائيلي، وهناك توجهات فصائلية لتشكيل يعني وحدة ميدانية فصائلية لمواجهة كل المخططات الإسرائيلية التي يمكن أن تحدث خلال الأيام القادمة دالي. لذلك مؤشرات التصعيد باقية، وهناك حالة تأهب بين الفصائل وبين جيش الاحتلال. جيش الاحتلال عقد جلسة مشاورات أمنية قبل قليل، تحدث بيني جينتس بأن التقديرات الإسرائيلية فيما يخص قطاع غزة أنها لها مصلحتان: استعادة الهدوء واستعادة الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة حركة حماس في قطاع غزة. هذان الملفان شائكان جدا ويدفعان الميدان دائما إلى التصعيد، وإذا لم يتدخل الوسطاء أعتقد سنكون أمام جولات متكررة من التصعيد الميداني في قطاع غزة. زميلنا من غزة حازم البنا، شكرا جزيلا حازم.